استراتيجية النظرة الثاقبة درس أحب أن أكون. الحرف المضاعف في كلمة الطائرة هو اللام أم الطاء؟ يعني مشدد. الطاء اضغط. السؤال الثاني، كلمة المعلم تبدأ بهمزة وصل أم قاطع؟ هذه الهمزة استنى هنجيب الوصل، نضغط بس عليها. السؤال الثالث، اجلس يا صالح، كلمة الطائرة بها همزة متوسطة على الياء. استنى يا ابني استنى. السؤال الرابع، هذا اسم إشارة أم حرف جر؟ اسم إشارة. السؤال الخامس، لسه في سؤال، تعال محمد تعال هنا كده هتلاقي في سؤالين أهي، خلي بالك في واحد واقف من مكانه. عزام، الطائرة لام شمسية، محمد قال الطائرة لام شمسية. شكرا.